مساء الخير. مساء النور يا بيه. عرف نفسك كده. انا دكتور انا الفنان التشكيلي دكتور صلاح عناني هنا في ميدان التحرير. النهارده دلوقتي الساعه 1:02 الا تلت صباحا في يوم الثلاث في ميدان التحرير قبل الجمعه العظيمه اللي هي استعاده الثوره المصريه من اول وجديد، وانا بشتم رائحه 28 يناير تعاد من جديد. وهذه الامه هي غير مفهومه، ان الفاكرين الامه المصريه ان هي عندها ذاكره ضعيفه او ان شعب بيتهد. لا، الشعب بيتهد، الشعب كل مدى سبحان الله ربنا راضي عن هذه الامه وراضي عن ثورتنا، فبيمضنا في الزمن والوقت عشان نتعلم ونفرز الخونه ونفرز الادعياء وتتنظف الثوره خطوه بخطوه للدرجه التي كنت لا اتوقع في يوم الايام ان تقفز الثوره خلال الشهر المبارك، ويكون انزال علم اسرائيل اللي هو رمز لتكبير مجال الثوره بدل ما تبقى حدود المطالب الوطنيه والحريه ومطالب العداله الاجتماعيه، لتمتد الى ما هو اعظم واكبر وهو الدور اللي المنوطه به مصر طول عمرها تاريخيا، وهي عمود الخيمه العربيه، وهي حاميه حمى الاسلام وحاميه حمى الامه العربيه. وعلى فكره هذه الثوره سيتولد منها فكر جديد لكل المجتمعات العالميه، الكون يتعلم من مصر كما تعلم من 7000 سنه. والمرجو لكل القوى السياسيه ولكل المصريين الشرفاء ان نزول الجمعه يوم 9 سبتمبر الجمعه القادم ان احنا ننحي جانبا لاتجاهات دينيه ولا اتجاهات سياسيه، لا عندنا يا اخواننا احنا ناس عندنا الهوية المصرية اعظم شيء، الهوية المصرية. بعد ما اكمل حواري همشي، مش كمل معايا كمل. لا، احنا معانا حرية، احنا عاملين ثورة حرة وهنستمر فيها. اياه اخلص حواري، ما تفرضش ارادتك علينا، لن تفرض ارادة علينا، لن تفرض ارادة على الشعب المصري من اليوم والى الابد في اي مكان. احنا بس دي مقدمة ودي عينة، وبنقول لهم مش هسمع الكلام، مارسوا العنف معايا، انا موافق وجاهز، مارسوا العنف معايا. لا لا لا، ولهذا السبب على كل القوى السياسية المحترمة الشريفة، لا في اخوان ولا في سلفيين ولا في بس القرآن ماشي صوروا. لا يا اخوانا، الفكرة ببساطة حرصا لها هذه الأمة العظيمة، هذه الأمة المصرية العظيمة صناعة التاريخ لكل الأمم، تستعيد الآن الذاكرة. فلذلك لابد من احتشادنا بلا استنى عشان نركز ان اي حد ينزل هنا في الميدان ننزل من اجل هذا الوطن العظيم، من اجل السعادة. اولا يا اخوانا عشان نركز، عشان حقوقنا توصل، طلبنا يوصل. عندنا 12,000 معتقل ويحاكم محاكمات عسكرية مش قدام الاراضي الطبيعي بتاع واحد، حقوق الشهداء والالتفاف عليها. 2، المحاكمات النصابة الكاذبة، رؤوس الفساد التي تملى مصر، القانون المشبوه اللي بيتطبخ للوقت الان يطبخه المجلس العسكري، وللاسف تشترك معه الاحزاب السابقه وبعض القوى السياسيه اللي هي واخده استنى يا اخوانا، ركز اللي هي الناس من حقها يا اخوانا تبقى في حاله زي كده، لان لن يتم الضحك على هذا الشعب مره اخرى. الى كل الشرفاء، عوده مره اخرى لهذه الثوره. ربنا ادانا هذه الفرصه علشان اولا لابد من اسقاط هذا القانون، هذا القانون للانتخابات لا يتم، واذا ما غيرناهوش ممنوع التصويت، على الناس انها تمنع عن التصويت، والمجلس العسكري فقد شرعيته، ولا بد من تشكيل مجلس انتقالي مدني. هذا المجلس الانتقالي المدني مش ممكن تبقى ليبيا اهم مننا، مش مقبول ان ليبيا الان يقود ليبيا قاضي. القضاء يتحرر، والقضاء المصري هو اللي يقود، والقضاء المصري هو اللي يحط القواعد الانتخابات، والقوة السياسية عليها ان تجتمع على كلمة واحدة هي حرية مصر. وعاشت الثورة المصرية العظيمة، وفي انتظاركم في الجمعة بإذن الله.